لم يعد متاحا السير على الأقدام للوصول إلى عمق مخيم نور شمس، لجأنا إلى واحدة من مركبات البلدية ذات الدفع الرباعي لمحاولة الوصول إلى عمق المخيم في أعقاب تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملية اقتحام واسعة النطاق برفقة 4 جرافات عسكرية. هدفت هذه الجرافات لتدمير واسع في البنى التحتية. لا يمكن القول بأن المخيم أصبح غير قابل للحياة، لكن يمكن القول بأن المخيم عاد للعصر الحجري حقيقة. شبكة الطرق مدمرة بالكامل، بعض المنازل لا خطوط للإنترنت أو للمياه وكذلك أيضا للكهرباء لديها. هذه الطرق التي تؤدي إلى عمق المخيم في الطريق الرابط بطبيعة الحال بين مدينتي طول كرم ونابلس وأخرى تؤدي إلى مدينة جنين، دمره الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير. هذه عملية تدمير واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا في عملية الاقتحام الأخيرة، على غرار ما حدث قبل 48 ساعة في محيط مخيم جنين، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي نطاقات واسعة من شبكة الطرق المدمرة. وبطبيعة الحال هذا وفق المزاعم الإسرائيلية أنه يهدف إلى تحييد وإزالة العبوات الناسفة، لكن الصورة الميدانية تؤكد أن ما يحدث هنا هي عملية تدمير متعمدة للضغط على المواطنين والسكان الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية. السيد حكيم أبو صفية مسؤول لجنة الطوارئ في بلدية طول كرم والمشرف على عملية إزالة هذا الدمار منذ الساعات الأولى والمحاولات الأولى لعمليات الاقتحام المتكررة إسرائيليا. سيد حكيم، ما الذي يحدث حقيقة في مخيم نور شمس؟ يعني أول شيء الله يعطيكم العافية والحمد لله رب العالمين ويسلم أهلنا وإخواننا في المخيمات. زي ما انتم شايفين الدمار كبير واوسع، وكل مره وفي كل اجتياح بتكون الهجمه مجنونه او شرسه. الدمار والتخريب بطريقه متعمده، وبتكون هي اوسع بكثير من المرات السابقه. زي ما انتم شايفين تقريبا غالب الشوارع او اغلبيه الشوارع في مخيم نور شمس تم تدميرها وتخريبها. ضربوا شبكة الصرف الصحي والماء.